السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ صافا هانيه، كلشي مزيان. خرجنا باش نصوروا لكم اجواء ديال امطار غزيره كما كتشوفوا السماء، الله وبارك. اذا الشتاء جايه، الفيضان ممكن يكون بعد ساعات خاص مدينه اكادير. هانتوما كما كتشوفوا اجواء ديال الشتاء. يا الله سيد ربي زيد لينا سيد ربي نستمتعوا في الفيضان والشتاء. ايوا اش غادي نقول لكم، مع الاسف الشديد كنا كنتوقعوا بانه غادي تكون عاصفه رعديه خاص في مدينه اكادير، وقالوا لينا بانه غادي تكون عاصفه رعديه 40 ملم في الساعه بين 40 و 20 ديال الامطار غزيره في الساعه، ولكن ما شفنا والو. ها انتم كتشوفوا ما شفنا والو، ضحكوا علينا والله الا ضحكوا علينا. بالنسبه للموقع ديال بيزاف اللي كيكتشف لي الخبر، حتى هو ضحك عليه، ضحك على بيزاف. حتى هو قال لي راه غادي تكون الشتاء، غتكون الشتاء خاص في كيدير 40 ملم والو ما شفنا والو. اذا باش تعرفوا بانه كلشي ديال الله، هما عندهم غير توقعات فقط. هادشي اللي كاين، بحال واحد قال لك اسيدي راه غادي ندير لاباس، غادي نتزوج، راه غادي نفعل، غادي ندير. ولكن الا بغى الله ممكن يدير هذاك الشيء اللي بغى، الاحلام ديالو ممكن لا، باش نكونوا واقعيين. اذا كما كتشوفوا اجواء رائعه جدا في مدينه اكادير، ونتظروا امطار غزيره. اذا ما تخيلوش اجواء ديال الشتاء، باش نكونوا واضحين، ربما اتجاه فيه الشتاء. ونتسناو حنا ونتظروا ربما بعد ساعات تكون عندنا امطار غزيره. اذا كانت امطار غزيره ان شاء الله نشاركوها معكم. اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي اكادير المغرب.